وبهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى. سعادة الأستاذة دلال، أهلا بك في نشرة الثالثة. بداية نهنئك بمناسبة يوم المرأة البحرينية. الإنجازات المشهودة للمرأة البحرينية هي ثمرة لدعم لا محدود تحظى به المرأة البحرينية في مملكة البحرين، حدثينا أكثر بخصوص ذلك. بداية نبارك نساء بحرينيات لجلالة الملك المعظم وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الله يحفظهم بهذه المناسبة الوطنية السنوية ليوم المرأة البحرينية. وبالأمس تشرفنا أيضا بلقاء صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم الخليفة احتفاء بهذه المناسبة التي يحرص عليها المجلس الأعلى للمرأة سنويا. ما رأيناه من إنجازات واستعراض في بالأمس عن وضع المرأة البحرينية وتقدمها في كافة المجالات يعني متعددة في الدولة، وعرض الإحصائيات والمؤشرات الرقمية أكدت على التنامي في الإنجاز وارتفاع مستوى الإسهام الجليل يعني للوطن، طبعا الثابت بموجب ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، إن كيف كرس ونص على أحكام توجيهية لمساندة ودعم مكتسبات المرأة وإتاحة فرص المشاركة والإسهام الوطني. طبعا جميع إن شاء الله فتيات وشابات الوطن أمامهم الفرص للبناء ولتحقيق المزيد من تلك الإنجازات النوعية اللي استلهمناها دوما من الرائدات والقياديات اللي قادوا ووضعوا بصمات مشرفة في التميز والعطاء في القطاعات المتعددة. بلا شك إن تشريعاتنا الوطنية ويرادفها أيضا توفير مقومات وآليات وبشكل خاص توفير فرص التعليم للمرأة هي الأساس الذي انطلق فيه هذا الإنجاز والتميز، وأيضا التكامل ما بين الجهود المبذولة من الدولة كعمل مؤسسي كان له طبعا الفضل في أن تجد المرأة فرصها فعلا في هذه المجالات المتعددة. المساندة أيضا التي وفرت للمرأة في محيطها الأسري وكذلك المستوى المجتمعي أسهمت أيضا بشكل كبير في تيسير وعمل ومشاركة المرأة سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو في مؤسسات الدولة الدستورية المتمثلة في القضاء وأيضا في السلطات التشريعية. إن شاء الله تكون مساعي المرأة وعطائها مستمر ومتميز في خدمة وطنها ومجتمعها. نعم، سعادة الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.